أنا شذا، فضل الله ثم فضلك يا دكتور، فضل جهودك وجهود أم أنس وكل الطالبات اللي كانوا مشاركين معك في الأسئلة في الخرائط كل شيء. أنا درجتي الحمد لله، 97، ما شاء الله وصراحة تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، بركوا يا بنات، قولوا تبارك الله، قولوا تبارك الله. ها، الحمد لله يا بارك دكتور، الله. الله يسعدك صراحة. والدورة جهودها عظيمة عظيمة عظيمة، يعني صراحة والله العظيم إنه من كثر فرحتي وقتها فرحت أمي بكينا كلنا الحمد لله. ومستحيل إني أنكر جهودك هذه يا دكتور، وحرفيا كل أحد راح يسألني راح أدل عليك، والله يرزقك من حيث لا تحتسب ويفتحها في وجهك يا رب العالمين.